كالعادة، حلقة المسلسل تزيد قوة وإثارة كل أسبوع. ها هو إدريس يموت بطريقة غير متوقعة منذ البداية على يد دوندار لا محالة. إدريس الذي جعله بيتروس كبش فداء كي ينجو وصاحبه من سيف عثمان، فقد تعمل أن يجعله يوصل خبر تحالف عثمان مع يورغو إلى نيكولا. فحسب خطته إن كان فخا من عثمان فلن يصيبه شيء، فإدريس من ذهب إلى القلعة وحده. إلا أن خطة بيتروس ستبوء بالفشل لا محالة نظرا لنقصها، فعند دخول عثمان إلى الدكان تفحصه بعينيه بشكل كلي، ولاحظ أن ما يقوله بيتروس وما يراه هو لا يتطابق أبدا. فكيف للصوص أن يهاجموا دكانا قصد السرقة وتبقى أغراض هذا الدكان مرتبة كاملة بعد السرقة؟ عثمان تيقن من كذبهما ولكن يبحث عن الدليل. بيتروس يخطط ليشتت نظر عثمان عنه وسينجح لفترة قادمة، خصوصا المحكمة التي طلبها والتي سيحكم فيها شيخ المؤسس لصالح بيتروس. في الإعلان الأخير أخبر بيتروس نيكولا أن عثمان يعلم بذهابه إلى الإمبراطور، ومن هنا ستبدأ حملة نيكولا للبحث عن جاسوس عثمان في القلعة. مستبعد الآن أن يكشف ذو الفقار لأنه الجاسوس الوحيد الظاهر في المسلسل بعد آريتون. يواصل جوكتوك مهمته على أكمل وجه، وها هو الآن يأتي بوثائق عثمان لتكفر أيناغول نيكولا. على الأغلب ستكون نسخة مزورة عن الحقيقية مثلما رأينا أحداث ومشاهد قوانين جنكيز خان من قبل. هذه الوثائق التي سيذهب بها نيكولا إلى الإمبراطور ليبقي على رأسه بعد فشله في كل المهام التي كلف بها. لكن السؤال المطروح، هل سينجح نيكولا في المرور على عثمان أم أنه سيفقد رأسه أثناء ذلك؟ قد يقوم نيكولا بإرسال أحدهم مكانه يلبس لباسه ويمر على الطريق المعتاد إلى القسطنطينية، ويمر هو من مكان آخر. أو هناك سيناريو آخر، وهو أن يكون نيكولا قد تكلم بشأن الطريق الخطأ أمام ذو الفقار عمدا ليضرب عصفورين بحجر، يكشف الخائن على حسبه من جهة وينجو وهو في الطريق إلى الإمبراطور من جهة أخرى.